ايام قالت لي عبد الرحمن عايزينك تعمل ليله محمديه. كان زمان الليله المحمديه يقولوا المطربين اللي عنده غنوه دينيه يجي يقولها ويلبسوا شريطه خضره كده ويطلعوها على المسرح ويغني للرسول ويمشي. فانا قلت لا، عايز اعمل ليله كلها بدن واحد. المهم ان انا كتبت الليله المحمديه وفجاه حدثت الاحداث في الكويت وانا بقى قايل ان احنا ام رباط واحد يعني ف كان خلاص يعني لم يعد يصلح الا انك تكتب من الاول. فانا رحت قلت ايه، انا اسف انا مش هكتب هذا العام. قالوا لي ليه؟ قلت عشان لو اكتب هكتب سياسه، ده الواقع الاسلامي الموجود، حصل تغير كيفي. فاذا كتبت هكتب سياسه وانتم ما بتحبوش الدين يرتبط بالسياسه وكده وكلام من ده، فلو سمحت. فقالوا لا لازم تكتب. فبدات تاني من الاول اكتب. انا كنت عامل امتك يا محمد، اغنيه امتك يا محمد اللي غنتها ياسمين الخيام لعبد الله الرويشد. وانا اللي قلت هاتوا لي عبد الله الرويشد، انا احب عبد الله الرويشد وكنت مؤمن بيه انه هيقول شيء كويس. وكنا نلتقي عند عمار الشريعي. فجات ياسمين الخيام قالت لا انا اللي هغني امتك يا محمد. حرام عليكي، ده انا يعني انا قفلت الورق وخلاص يعني. قالت لا انا هغني امتك يا محمد. فقال لي جمال سلامه، دكتور جمال، قال لي لابد من اغنيه لعبد الله لانه جاي اليوم هيوصل. كان فخدت ورقه وجيت هنا تاني برضو ايه الاسماعيليه، وربنا اكرمنا باللهم الاعتراف اللي هي اصبحت يعني اهم العلامه طبعا في كل الليله المحمدي. ويا ربك فرجها يعني. كنا انا وجمال سلامه بنبات للصبح نعمل في الالحان وكده. وجات يعني، وطبعا اختنا في الله سعاد كانت حاجه قنبله. سعاد عبد الله يعني فجرت قنبله على المسرح. وجد الحكيم رحمه الله يرحمه هو اللي جمع يعني ايه شباب الكويته والصغار. بدا عبد الله الرويشد يغني اللهم الاعتراض حتى انفجرت الدموع كل مكان. الحقيقه في الامه العربيه صحيح. يعني انا قابلت ناس مسيحيين الست بتقول لي انا اتصلت ببنت وقلت لها افتحي التلفزيون في حاجه غريبه جدا يعني. ففتحت قالت لها يا امي دي ناس لابسه ديني وبتاع مسلمين. قالت لها بس خليكي شويه مسلمين. فقعدت فجاه تقول لك يعني فوجئت بان هذا العمل يعني شويه. كلمت امها قالت لها يعني لازم تخليني اعيط ابكي يعني بهذا الشكل يعني. فيعني كان حاجة هزت الأمة. ثم بعد ذلك كتبت قصيدة الاستعمار العربي أيضا في ديوان كامل يعني، لأني أنا قلت دي بداية فتح الباب لأمريكا، بداية الخراب على الأمة العربية. وقد كان حتى الإحساس كله خدم حوالين هذا الواقع. يعني أنا ما نسيتش أن أنا برضو بكتب الليلة المحمدية يعني من أول لحظة يعني من أول محمد أنديل لما بيطلع بيقول مآذن القاهرة حوالينا بتكبر وإحنا في ريح الحسين والجامع الأزهر. طبعا يعني الكويت كرمني يعني كما يجب وأكثر مما يجب. لا بالعكس لكن الحمد لله والحمد لله ربنا. زي ما احنا قلنا برضو أني يعني بكرة لا يمكن يعني حد يغلب بكرة، وجاء بكرة دائما يعني طبعا دائما الغد يعني.